شريف أمين. هو توجه ما والله عندي كلمات نحب نتوجه بها. أولا نقول الحمد لله اللي تقريبا البارح وبارحة الأولى خاصة البارح كانت ليلة طويلة برشا وكانت تخوفاتنا كبيرة برشا، وكنا حتى في جروبنا كنا نتبادلوا في الأخبار ونشوف في الفيديوهات اللي جزء منها ماهوش في تونس خلاص. الحمد لله نقول اللي ما صارتش وفيات، رغم اللي ثم مأساة حقيقية معتها شفناها وعاشوها جزء من الأفارقة جنوب الصحراء، لأنه يكفي لأي بشر اللي يشعر بأنه منبوذ ويشعر بأنه محاصر ويشعر بأنه مطارد ويشعر أنه غير مرغوب فيه، راهو شعور ما تتمناه حتى لعدوك. تصور روحك يحس روحه أقلي موجود مطارد في داره في الشارع في الكذا، راهو شعور خايب برشا. النقطة الثانية، أنا مش توجه برسالة مباشرة إلى أبناء الأحياء الشعبية في صفاقس في الربط وفي طريق المهدية وفي طريق شاكر وفي الحفارة وفي حي البحري وفي حي الحبيب، نتوجه لهم ونقول لهم اللي تقريبا أغلب خلينا نقولوا المهاجرين التوانسة والحراقة التوانسة راهم يخرجوا من الأحياء هذيك، ونعرف العائلات هذيك والناس يخرجوا من الأحياء هذيك يمشوا نحو إيطاليا. معناتها أنا فقط نقول لهم فكر قليلا، صحيح ثم غضب ثم قلق، أما فكر، حط روحك في بقعة أي أم متاع إيفوارية ولا من غينيا ولا أي من أي دولة جنوب الصحراء وتشوف في فيديوهات متاع ولدها كيفاش مطارد، ولا تشوف في بنتها كيفاش في الدار وناس محاصرينها. حط روحك تصور لو أن طلاين غدوة يشدوا الآلاف متاع التوانسة الحرقين اللي وضعيتهم كيما وضعية الأفارق من غير أوراق وحرقين وما عندهم حتى هوية ويتعرضوا للاستغلال ويخدموا فيهم في الطماطم ويخدموا فيهم في النوار، حط روحك اللي ولدك في إيطاليا يخرج جزء من الإيطاليين ويقوموا بمحاصرات للتوانسة اللي موجودين غادي. فكر فيها للحظة تو تشوف اللي هي ما تجيش. صحيح ثم مشكل ينجم يتعالج المشكلة هدايا، أما مش بالطريقة هذيك. راه ولادكم اللي موجودين في إيطاليا واللي موجودين في لومبادوزا واللي موجودين في المناطق هذيك، راهو الفعل اللي قاعد يتعمل حتى في لحظة غضب ينجم يكتبه بهم أولادكم، لأنه يخرجوا إيطاليين ويقول لك كما صار في تونس حتى احنا دار دار بيت بيت ونطردوهم. لذلك رد بالكم. مفارقة وجعتني بالفعل في 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 قلبي، لأنها مفارقة حضارية غريبة ياسر توجع في القلب، لأنه تقريبا نفس الشبيبة اللي شفناهم في أحياء الهامش في صفاقس في الحوم الشعبية يتصارعوا، وهذا من الجهة هذه والأخرين من الجهة الأخرى، واحد يدافع عن نفسه والآخر يعتبرهم اللي هم خطر على بلاده ولا عليه ولا مش سبوله مراض ولا سبوله ورعيهم في الجانب هذا، لأنه بطبيعتهم هم ظروفهم المادية خائبة وظروف الاجتماعية تبدأ الناس تلوج على أي عدو تلقاه في الجانب هذا. أنا نقول المفارقة الكبيرة اللي نفس الشبيبة اللي شفناهم في شوارع الهامش في صفاقس في الحوم الشعبية في الحوم متاع الناس الفقراء واللي على قدهم من الطبقة الوسطى والطبقات الضعيفة، هم نفسهم يا معز تتفرج فيهم في الفيديوهات في الضواحي متاع فرنسا، هم نفسهم هذاك التونسي وهاك المالي وهاك من كينيا وهاك من نيجيريا وهاك من الجزائر ومن المغرب، تشوفهم مع بعضهم كلهم يتعاركوا ولا يتصارعوا من ضد ما يسمى دول المركز في فرنسا، لأنهم هم نفسهم شفت الصراع ما بيناتهم هنا في تونس. يكفي لو أنه الناس حرق واحد من حي الحبيب ولا من حفارة وحرق واحد إفريقي في نفس المركب، مش يجر واحد في فرنسا أمام التصعيد والصراعات الموجودة، مع بعضهم يتصارعوا ضد دول المركز وضد فرنسا. لذلك رانا في نفس السفينة، سواء الأفارقة اللي جايين من حروب من مجاعات من فقر من أوبئة ولا التوانسة يعيشوا الفقر، راهو ينجموا ياخذوا وخذوه قداش من مرة نفس المركب اللي يحرقوا به ويوصلوا لإيطاليا يتعاملوا نفس المعاملة، ويوصلوا لفرنسا يتحطوا في نفس الأحياء معتها البأس في فرنسا هذيك، وينجم يموت منهم أي واحد ويقر واحد مع بعضهم. لذلك به الثلاثة أيام هذية تقريبا ثم حالة غضب، توا الأمور بدت تهدى شوي، خلوا الأمن يخدم الخدمة بتاعه، تو ناقشوا بعد ذيك خدمة الأمن كيفاش مشكون، أما ما يكونش بالطريقة هذيك تتدخل عباد سواء بحسن نية ولا بسوء نية وتولي هي تشد في العباد ولا توقف ولا كذا. زاد يلزم نقولوا حاجة مهمة جدا في الشرول، راهو العديد من الشباب في الحوم الشعبية في صفاقس نظموا مجموعات وهم اللي قاموا بحماية الأفارقة وهم اللي قاموا بتأمينهم وقعدوا معاهم في القاوي وريضوا أولاد حومتهم وفهموهم في الوضعية هذه، لذلك زاد ما بلغوش
وما نخرجوش صورة سوداوية على أساس اللي صار، وكأن ثم ناس تحكي على حرب. أنا حرب أهلية هديك ربي، ثم إيش حرب أهلية؟ ثم احتقان، ثم ضغط، أما ما وصلتش إلى الدرجة هذية. نحاولوا نهدوا الأعصاب بتاع الناس هذية، يلزم حل للوضعية اللي صايرة في صفاقس. كيفاش مش يكون الحل وزاد حل؟ يلزم يكون ممكن، لا يكون على حساب هيك الأفارقة، زادنا لأنه زاد كي نشوف زاد هيك الوليدات الصغار، هو أمه مطيش في بقعة ولا هارب وخايف معناتها من القتل هذيك، زاد ما يكونش على حساب صفاقس وما يكونش على حساب أهالي صفاقس. كيفاش باش نوصلوا للتركيبة هذه وللكمية هذه؟ هذه يلزم بدم بارد، بدم بارد نوصلوا لها وبهدوء، دون توتير أجواء ودون مبالغات ودون استثمارات رخيصة في الحدث هذا.